الواحد أمين. اتكلمنا في الأسبوع الماضي على إن المحبة لا تسقط أبدا. الرسول بيقول إن المحبة تحتمل كل شيء والمحبة لا تسقط أبدا. فأنا عايز أمسك النقطة بتاعت المحبة تحتمل كل شيء. في الحقيقة القلب الواسع ممكن يحتمل أشياء كتير، والقلب الضيق يتضايق من أقل شيء. وبصفة إن ربنا لا يوجد أوسع من قلبه، لذلك ربنا فعلا بيحتمل كل شيء أكتر من أي مثال من البشرية كلها. يعني في ناس يتضايقون من أي كلمة إهانة أو أي كلمة إساءة، يضيق قلبهم عنها وما يقدروش يغفروها، أو يتضايقون من عدم الإكرام. يعني واحد ما أخدش الإكرام اللازم ليه أو الاحترام اللازم ليه، تلاقيه يتعب ويتضايق وياخد موقف. في ناس يتضايقون حتى من العتاب ويضيقون به، إن كان في العتاب حد يظهر عيب موجود أو خطأ موجود تلاقيهم ما يستريحوش أبدا. بل البعض يتضايق حتى من النصيحة التي توجه إليه إذا كانت النصيحة تكشف عيبا معينا. قلب ضيق تعبان. عكس كده ربنا، ربنا ياما احتمل في قلب واسع كبير. يعني احنا بنقول في القداس احتملت ظلم الاشرار، ده انا اريد ان اضيف الى عبارة احتملت ظلم الاشرار ايضا احتملت ضعف الابرار، احتملت نكران بطرس، واحتملت شك توما، واحتملت ايضا شكوك مريم المجدلية اللي قالت ان كنت قد اخذته قل لي اين وضعته، واحتملت هروب التلاميذ وخوفهم، احتملت ضعف الابرار، واحتملت ظلم الأشرار. بل أكتر من كل ده احتملت وحملت. يعني إيه؟ احتمل متاعب الناس وحمل كل خطايا الناس. قيل عنه إنه هو الحمل الذي يحمل خطايا العالم كله من أول الخليقة إلى يوم الدينونة. مين اللي يقدر يحتمل حاجات زي دي؟ حاجة مش معقولة. مرة واحد قال لي فلان ده مش قادر احتمله أبدا أبدا أبدا، لأنه بيعمل وبيعمل وبيعمل. قلت له امال ازاي ربنا محتمله ومحتمل كل الناس اللي زيه ومن أول العصور إلى يومنا هذا؟ احتمل وحمل. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. بس مش عايز دي يتفهم منها إن الواحد ما دام ربنا بيغفر يبقى يستمر في الخطية.
انا عايز اشرح لكم وضع عليه اسم جميعا. يعني ايه؟ ليست كل خطايا الناس وضعت على رأس المسيح في الصليب، إنما حمل الخطايا التي تاب الناس عنها حتى يغفر خطاياهم بدمه. أما الإنسان الذي لا يتوب فيموت بخطيته ولا يكلف المسيح أن يحمل خطاياه، يحمل خطايا الذين تابوا. الذين يؤمنون والذين يتوبون. حتى تلاقي يقول لك ايه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اذا في شرط، مش لكي لا يهلك كل البشرية، لا، الذي يؤمن، الذي يؤمن ويتوب ويعتمد ويسلك في الحياة الروحية. احتمل الله الذين أنكروا وجوده وألحدوا، احتملهم. لعلكم تلاحظوا في روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا، احتملهم ربنا 70 سنة لغاية لما رجعوا إليه. ناس بينكروا وجوده، بل احتمل أيضا الوجوديين اللي بيتريقوا عليه، مش بس ينكروا وجوده ويتريقوا عليه. يقول لك بتقولوا أبانا الذي في السماوات، طب خليه قاعد في السماوات وملهوش دعوة بينا على الأرض. ده كلام يا أولاد. أو يقول السماء دي مخلوقة لربنا وللعصافير. يعني ناس غاويين تريقة، ومع ذلك ربنا احتملهم. يعني واحد زي إيليا النبي قالوا إنسان وقال له يا رجل الله انزل، وقبل الملك قال له إن كنت أنا رجل الله تنزل نار من السماء وتاكل. ده يبقى ربنا طيب قوي بالنسبة لهؤلاء الناس دول وبالنسبة للكل. من أجمل ما قيل في الله الذي يحتمل كل شيء ما قاله داود النبي في المزمور 103. قال لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. ربنا احتمل خطية داود وأكرمه إكراما جذيلا بعد توبته، وحتى بقى يقول من أجل داود عبدي. لكن مش معنى كده تقول أخطي زي داود وربنا هيحتملني. لا، ده داود بل الفراش وبدموعه ومزج شرابه بالدموع وبيقول صارت لي دموعي طعاما نهارا وليلا. ده التوبة اللي تخلي ربنا يغفر ويحتمل. لكن الإنسان الذي يحتمله الله فيستغل احتمال ربنا لكي يستمر في الخطية، ده تنتظر الآية التي تقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ربنا بيحتمل كتير، حتى الألفاظ الشديدة في العتاب كان يحتملها.
يعني ايه الالفاظ الشديده في العتاب؟ يعني ابراهيم اب الاباء وهو يتشفع في اهل سدوم يقول له اديان الارض كلها لا يصنع عدلا، اتهلك البار مع الاسيم؟ حاشا يا رب انك تفعل كده، كلام شديد. ومع ذلك ربنا بكل طيبه قلب يحتمل هذا الكلام. ربنا يحتمل الكلام واحنا ما بنحتملش. موسى النبي لما اراد الله ان يفني الشعب قال له، يقولوا علينا ايه الناس؟ يقولوا اخرجهم بمكر من ارض مصر لكي يهلكهم في البرية. ارجع يا رب عن حمو غضبك واندم على الشر. ولم يتضايق الله من هذه الكلمات التي تبدو شديدة، لانه يرى ان وراءها نوع من المحبة. فكان الله يحتمل كل شيء وخصوصا من اولاده. الانسان اللي قلبه واسع ما يتضايقش كتير، حتى ما يتعبش ان كان لم ينل اكراما يستحقه. افتكر بالمناسبة دي قصة عن احد السياسيين الكبار، اهو ده لا نبي ولا قديس لكن سياسي حكيم ويعرف يحتمل في حكمة. هو السياسي الكبير اللي اسمه بسمارك، وكان راجل مشهور جدا ومن اكبر السياسيين في عصره. فنوبة عملوا حفلة ورئيس البروتوكول او المسؤول على البروتوكول نسي يحط بسمارك في المكان اللائق به، فقعد في اي حد. فجه رئيس البروتوكول وشافه وقال له احنا اسفين جدا يا مستر بسمارك، كان مفروض انك انت تجلس في المكان الرئيسي. فنظر اليه بسمارك وضحك وقال له ما تزعلش ابدا، حيثما جلس بسمارك يكون هذا هو المكان الرئيسي. يعني الراجل هو احتمل المسألة ورد عليها بضحك، بس طبعا ما تقوليش بقى التواضع المسيحي والحاجات دي، دول ناس سياسيين. انا بس عايز اقول ان في ناس من اهل العالم تلاقي الواحد فيهم بحبوح وصدر واسع ويقبل حاجات كتيرة بضحك او بنكتة او يعني بلطف، بينما في بعض الناس من بتوع الكنيسة تلاقيهم محبكينها تحبيكة وما يحملش اي كلمة. يقول لك حقي انا لا اقبل اطلاقا. ايه يا ابني ده جرى لك ايه؟ ده ربنا ياما بيمرر امور. يعني الذين عبدوا العجل الذهبي وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر، برضو كمل معاهم مسيرة. فأنت ما تحبكهاش، خلي قلبك واسع. بالمحبة تحتمل كل شيء، وبالتواضع تحتمل كل شيء، وبالحكمة تحتمل كل شيء. التلات حاجات دول يخلوك تحتمل كل حاجة: بالمحبة، بالتواضع، بالحكمة. ربنا احتمل ناس قال عليهم ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. احتمل ناس قال عليهم تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. احتمل الناس اللي قال عليهم مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. ربنا احتمل الناس اللي قال عليهم الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد.
القلب الكبير يصرف حاجات كتير، والقلب الصغير يخزن ويرسل، والخطية يفتكرها ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، مش ده اللي قال، مش ده اللي عمل. يا ريت الإنسان يكون له قلب كبير يقدر يحتمل، قلب كبير يقدر يحتمل، يحتمل الكلمة الصعبة. ويحتمل النكتة، يعني صدقون الصعيدة دول قلبهم كبير. العالم مشبعهم نكت وهم ما بيزعلوش، بل يقابلونها بصدر رحب و بمغفرة وبروح طيبة. يعني في ناس قلبهم ضيق لا يحتمل الانتظار، مش بس الإهانة، ما يقدرش يحتمل الانتظار. يعني إذا طلب طلب ولم يستجب في حينه يتعب ويتضايق، حتى من ربنا، حتى من ربنا لا يطيق الانتظار. لذلك أنا أعجب جدا بأبينا إبراهيم اللي ربنا اداله وعد ان يديله نسل، وقعد 25 سنة على بال ما اداله إسحاق، وانتظر 25، ما تعبش. القلب الواسع ما يتعبش من الانتظار، يقول لك انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. القلب الضيق ما يقدرش ينتظر، عايز يطلب الطلب النهاردة يجيله النهاردة، يطلب الطلب دلوقتي يجيله دلوقتي. حتى لو كانت حكمة ربنا بتدبر له شيئا أفضل، لازم الواحد يخلي قلبه واسع، ما يتضايقش من مشكلة أبدا. أنا فاكر مرة حدثت معي مشكلة زمان من أكتر من 20 سنة، وبعدين قلت أنا هسيب الحكاية دي لربنا، نسيبها 3 سنين تتحل فيهم، واتحلت قبل 3 سنين. لكن تقول لي لو ما كانش اتحلت في 3 سنين كنا نمدها، لكن الواحد ما يتضايقش يقول لازم المشكلة تتحل دلوقتي. لا، لو انت اتضايقت هتتعب، هتتعب. خلي قلبك كبير وقول المشكلة قديها مدى زمني، تتحل فيه على مهلها، وربنا يحلها بالطريقة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه، قمت لقيك ما تتعبش. لكن كتير من الناس يجيلهم القلق والاضطراب والتعب والانزعاج علشان لا يحتملون الانتظار، لا يحتملون الانتظار. ده المرتل بيقول انتظرت نفس الرب من محرس الصبح حتى الليل، يعني طول الوقت. في ناس لا يحتملون أيضا كثير من الأمور المادية، يتعبوا. القلب الواسع بيوفق نفسه على كل الظروف اللي بيعيش فيها، زي ما قال بولس الرسول: تعودت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. يتعود يأقلم نفسه على الوضع بتاعه. بعض الناس يفترضون صورة معينة مثالية، إن ما وصلوش إليها يتعبوا. ليه بس؟
خلي قلبك واسع، ما تتعبش من كل حاجة، ما تتعبش من كل حاجة. ده في واحد يتعب من عدم فهم الناس ليه، او واحد يتعب من عدم تجاوب الناس معاه، ويبقى قلبه متضايق وينطوي على ذاته ويقول خلاص انا مش هقدر اتعامل مع الناس. ليه مش قادر يتعامل مع المجتمع؟ لان قلبه ضيق. لو قلبه واسع يقبل حاجات كتير. بولس الرسول قال في رسالته الى اهل كورنثوس: فمنا مفتوح لكم ايها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا لكنكم متضيقون في انفسكم، لذلك اقول كما لاولادي كونوا انتم ايضا متسعين. الشخص الروحي واسع القلب، واسع الصدر، واسع الفهم، ما يتعبش بسرعة، يبرر أمور كتيرة ويعدي أمور كتيرة ويفوت أمور كتيرة، خليها تمر، ما يتعبش. واحد ما فهمكش، معلش ما تديش، عقله على قده أو فهمه على قده، دي تتعبك في إيه؟ لو كل سبب يتعبك يبقى قلبك ضيق. لو كل سبب يتعبك يبقى قلبك ضيق. انت لازم تضع في نفسك انك بتتعامل مع مجتمع فيه الذكي وفيه متوسط الذكاء وفيه اللي عقله تعبان وفيه النبيل في خلقه وفيه المتعب، انواع مختلفة. ما تقدرش تطلب انك اما تعيش في مجتمع مثالي او تتعب. قطعا هتتعب، لان لابد هتقابل في حياتك ناس متعبين، ما تتعبش منهم. خلي قلبك متسع ومرر، فلان طبعه كده هعمل له ايه؟ خليه كده. هل انت هتزعل من الرياح في امشير لما تجيب اتربة طبعة امشير كده وعمره ما غيره؟ يعني ياما انتقدنا امشير بانه بيجيب زعبير واتربة وعمر امشير ما غير طبعه. هل تزعل من المية اللي بتسقط عليك في الشتاء؟ هتزعل من ايه؟ خد الناس كل واحد حسب طبعه وأقلم نفسك على هذا الأمر. في ناس قلبهم بيضيق أمام التجارب والضيقات، أمام التجارب والضيقات. يعني كويس إن أيوب الصديق قال: الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. كويس إن يعقوب الرسول بيقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. القلب الكبير ما يتعبش من التجارب، ما يتعبش من الضيقات. يقول: وراء كل تجربة بركة، وكل تجربة تحمل حلها ومعها حلول كثيرة، ووراء كل تجربة ربنا اللي بيستر وربنا اللي بيعين وربنا اللي بينقذ، فما يتعبش من التجارب. في ناس قلبهم بيضيق أمام الأشخاص اللي ملهمش كلمة، يقول كلمة ويرجع فيها تلاقيه يتضايق، يقول الشخص ده ما يتعاشرش. طب أنا عايز أقول لكم كلمة عجيبة عن ربنا. ربنا الذي يحتمل كل وعودنا الخاطئة، كل تعهداتنا اللي عارف إن احنا مش هننفذها، زي الشاعر اللي بيقول: كم وعدت الله وعدا حانثا، ليتني من خوف ضعفي لم أعد. ياما الواحد بيوعد ربنا وربنا عارف ان الوعد مش هيتنفذ ويمررها.
عارفين من أمثلة دي مين؟ فرعون أيام موسى، ربنا يضربه ضربة من الضربات العشر، يجيب موسى وهارون ويقول لهم صلوا من أجلي ما عدتش، خلاص بس ارفعوا عني الجراد ونبقى تمام، ارفعوا عني البعوض ونبقى آخر تمام، ارفعوا عني الدبان وابقى آخر تمام. وربنا عارف انه لا هيبقى تمام ولا آخر تمام، ويرفع عنه وهو عارف انه بيوعد وعد كاذب وبيتعهد تعهد مش هينفذه. عجيب ربنا ده. طب احنا عرفنا القصة لما بتروى في سفر القروب، ان فرعون يتعهد ويقول همشي كويس ويرجع في كلامه، لكن ربنا اللي بيعرف الامور قبل ما تحصل كان عارف ان الكلام ده مش مظبوط اثناء ما بيقوله فرعون، وبرضه خده على عقله وقال له حاضر وهنفذ لك واشيل الضربه، ورجع فرعون وبرضه مره تاني قال له لو شلت دي انا همشي كويس، وهو عارف انه مش هيمشي كويس. عجيب قوي ربنا في سعه قلبه دي، يعني مش معقول ابدا. طب الندور اللي احنا بنندرها وما بننفذهاش، ونندر ان يا رب عملت كذا هوفي بندر الفلان وما نوفيش، مش ربنا بيحتملنا في ان احنا ما بنوفيش، ده بيحتملنا قبل ما نندر، ما هو عارف ان قبل ما نندر ان احنا مش هنوفي، ومع ذلك يدينا اللي احنا عايزينه وهو عارف ان احنا مش هنوفي. صحيح ربنا ده قلبه كبير خالص، مش معقول كل ده يا رب اللي بتعمله ده. ربنا بيحتمل التوبة الكاذبة، يعني تيجي تعترف وتقول انا تبت وتسمح لي يا رب ان اتناول، يقول لك اتفضل، وهو عارف انك بعديها هترجع تاني. ايه الحكاية دي؟ وبيحتملها. كام مرة تبنا ورجعنا في توبتنا؟ كام مرة قلنا يا رب ما عدناش وخلاص ورجعنا، وربنا بيحتمل، يحتمل الكذب اللي بنكذبه والتوبة الباطلة اللي بنتوبها والوعود الكاذبة اللي بنقولها له والتعهدات اللي مش هننفذها، بيحتمل كل حاجة. والعجيب ما بيكسفناش وبيقول انتوا عملتوا وانتوا عملتوا وانتوا عملتوا. كام مرة نخطئ ونرجع إليه ويقول حاضر اتفضل، وتقبلنا إليك نقبلك وبعدين نرجع تاني، لا خلاص يا رب احنا هنبقى كويسين، طب خلاص هتبقوا كويسين ونرجع تاني. ربنا قلبه كبير جدا في هذه الأمور اللي بيحتملها مننا. ياما يجي معاد الصلاة ونقول ما عنديش وقت أصلي. تصوروا ربنا لما يجي عبد من عبيده، مخلوق من مخلوقاته، يقول له آسف يا رب ما عنديش وقت إن أنا أتكلم معاك. حتة التراب والرماد ده اللي ما يسواش حاجة، قال بيقول لربنا أنا آسف يا رب ما عنديش وقت أتكلم معاك. وربنا بكل حنية يقول له طيب لما يجي لك وقت تبقى افتكر. تكسب دي ولا ما تكسبش؟ ان ربنا يقول له لما يبقى يجي لك وقت تبقى تفتكر. الانسان ده بيتنمرض على ربنا، ومع ذلك ربنا بيحتمل هذه النمرضة، ويكذب على ربنا وربنا يحتمل الكذب، ويخون ربنا وربنا يحتمل الخيانة. ده أصعب حاجة في احتمال ربنا، لو أقولها لكم ملهاش مثيل بقى في الاحتمال دي،
عارفين ايه؟ ازاي ربنا محتمل الشيطان؟ ما كان يقدر يفنيه، كان يقدر يفنيه من اول العمليه، ومع ذلك محتمله ومخليه موجود. وجه مره يقول هذه ساعتكم وسلطان الظلام. طب ليه يا رب انت ابقيت الظلام وليه اعطيت الظلام سلطان وتقول هذه ساعتكم وسلطان الظلام؟ يقول خليه، هيجي له يوم، هيجي له يوم. ربنا بيطول اناته على الاخر في احتماله. جه مره لم يفني الشعوب الوثنيه، قال لهم لان كاس الاموريين ليس كاملا، يعني لسه هنصبر عليهم لغايه لما يمتلئ الكاس على الاخر. طب ما تقدر تخبطهم من دلوقتي وتخلص منهم؟ يقول نديهم فرصة، نديهم فرصتين، نديهم ثلاثة، نديهم عشرة، نديهم كتير. طول أنات الله إنما لكي تقتاد الناس إلى التوبة. يا ما ربنا احتمل من الآخرين وعود أولاده إنهم يحتملوا، عود أولاده إنهم يحتملوا. يعني خد واحد مثلا زي داوود، قد ايه داوود احتمل شاول؟ طاردوا من برية البرية ومن مغارة المغارة ومن مدينة المدينة، وبرضه يقول كيف امد يدي الى مسيح الرب، انه مسيح الرب هو، واحتمله. ولما مات شاول بكى عليه داوود ورثاه رثاء قويا، وقال أشد من الأسود وأخف من النسور، واتكلم عليه كلام حلو جدا. احتملوا، احتملوا طول حياته. احتمل أيضا أبشالوم في خيانته، ولما دخلوا في الحرب قال لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم، ولما مات أبشالوم بكى عليه داود وقال يا أبشالوم ابني، يا ابني أبشالوم ليتني مت عوضا عنك. احتمل، احتمل يؤاب ابن سرويه قائد الجيش، احتمل كل الذين خانوه، لأن المحبة تحتمل كل شيء، والتواضع يحتمل كل شيء. احتمل شبع بن جيرة لما قعد يسب فيه ويشتم، وبكل تواضع قال الله قال لهذا الإنسان تسب داود من أجل خطاياي السابقة. عجيب، أولاد الله اللي بياخدوا صورته بياخدوا الاحتمال ايضا في حياتهم. الانسان اللي ما بيحتملش تبقى اما ارادته ضعيفة، لاما روحياته ضعيفة، لاما قلبه ضيق مش واسع. خدوا يوسف الصديق وكيف احتمل اخوته في كل ما فعلوه فيه، ومش بس احتملهم وإنما أكرمهم ووضعهم في أرض من أفضل أراضي مصر، في أرض جاثان. المحبة بتحتمل. إحنا ما بنحتملش لأن قلوبنا ضيقة. أصحاب أيوب واحد منهم قال له هل لو امتحن أحد معك كلمة هل تستاء؟ لأن فعلا في انسان تحتمل تمتحنه بكلمة تلاقيه احمر واصفر وتغير وتزربن وبان الغضب في عينيه وفي ملامح وجهه وما قدرش يحتمل الكلمة، ما قدرش يحتمل الكلمة.
ازاي المسيح احتمل التحدي الشديد اللي يقولوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. خلص كثيرين واما نفسه لم يستطع ان يخلصه. وخشوا بقى في التريقة وفي التحدي وفي الكلام اللي ملهوش لازم، وهو يحتمل كل هذا وفي هدوء يبقى على الصليب. ربنا بيعلمنا كيف نحتمل. إن كنا لا نحتمل إخواتنا على الأرض، كيف نحتمل العذاب الأبدي؟ على رأي واحد راهب قال لرئيس الدير مرة، قال له اسمح لي اذهب الى البرية لاني تعبان من الاخوة في المجمع. فقال له ان كنت لا تستطيع ان تحتمل الاخوة في المجمع، فكيف تحتمل متاعب الشياطين في البرية في الوحدة؟ لازم الواحد يتعود انه يحتمل. على الاقل قول احتمل الناس زي ما ربنا بيحتملني، احتمل الناس زي ما ربنا بيحتملني. اقعد بينك وبين نفسك واسأل نفسك قد ايه ربنا احتملك. احتمل افكارك، واحتمل مشاعر قلبك، واحتمل نياتك، واحتمل اخطاء لسانك، واحتمل اخطائك بالجسد واخطائك في المعاملات. وبيقول لك زي ما انا احتملتك احتمل الاخرين، لانك لو ما كنتش تحتمل تقف قصادك الآية اللي بتقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. حاول انك انت يكون قلبك واسع باستمرار، وما تتضايقش بسرعة ولا تتضايق ببطء. بتتضايق بسرعة لأنك بتحمل الموضوعات على أعصابك، لا بتحملها على المحبة ولا بتحملها على التواضع ولا بتحملها على الحكمة، بتحملها على الأعصاب، وأعصاب تعبانة أقل احتكاك بيها يهيجها كده، خليها تنفعل. لما قلبك يكون واسع أعصابك تبقى هادية، ولما أعصابك تبقى هادية قلبك يبقى واسع، يقل الاتنين يمروا مع بعض. لما تاخد الأمور بحكمة وبتفكير ما تشتعلش الأعصاب. في ناس الواحد يبقى يخاف يكلمهم. يعني يخاف يكلمهم؟ يجي يتكلم يقول لألا الكلمة دي تتعبه، لألا دي تجيب له فكر، لألا دي تنرفزه، لألا دي تهيجه، ايه الحكاية دي؟ الواحد بيكلم ايه؟ حاجة ملتهبة؟ نار؟ ايدة؟ لكن في اشخاص تانيين تقدر تاخد حقك معاهم على الاخر وما يتعبوش، تتكلم بصراحة على الاخر وما يتعبوش، تقول كلام شديد على الاخر وما يتعبوش، لان القلب واسع ما بيردوش كلمة بكلمة ولا زعلة بزعلة ولا كل كلمة تثيرهم ولا كل كلمة تخليهم يتحنوا. لكن إذا وجدت إنسان من هذا النوع ما تزودهاش أنت، مش تلاقي فلان ما بيزعلش تقعد تزود تزود تزود. هيجي وقت على الأقل حرصا عليك أنت علشان ما تغلطش يبعد عنك، عشان ما يديكش فرصة انك تغلط اكتر من كده، مش عشان هو بيتعب، عشان ما يديكش فرصة انك تغلط اكتر من كده.
حتى في الحياة الزوجية. مش معناها احد الزوجين يلاقي الطرف الاخر بيحتمله ام هو يزود يزود يزود، لا، هيجي وقت يبعد كي لا يعطي فرصة لمزيد من الخطأ، لكي لا يعطي فرصة لمزيد من الخطأ. ازاي توسع قلبك؟ يا ريت تقرا عن القديسين اللي كان قلبهم واسع، تقرا عن النفوس الكبيرة التي لا تضطرب بسرعة ولا تقلق ولا تنزعج ولا تغضب ولا تحتد ولا تنزعج. الناس اللي ممكن انك تهز الهرم وما تهزهمش، تزعزع الجبل وما تزعزعهمش، تلاقي انسان صامت كده مهما قلت مهما فعلت مهما عملت لا يهتز لا اعصابا ولا فكرا ولا قلبا، ولا يشعر ان كل الحاجات دي هزت كرامته في شيء من الاشياء. ساعات واحد ممكن تهزه مقاله في جورنان، يقرا المقاله تلاقيه اضطرب وانزعج، ما ادريتش فلان قال فلان كذا، ويه جرى ايه في الدنيا؟ ما يكتب زي ما يكتب ويقول زي ما يقول، وخليك انت صامد وقوي وما تتهزش. ايه ليه تخلي قلبك صغير تزعجه كلمه، تزعجه مقاله، يزعجه حادث؟ النفوس الكبيره تكون حافظه نفسها كده، مالكه نفسها كده. زي مثلا تلاقي طياره بجناحين ما تقدرش ترتفع، ما تقدرش ترتفع ارتفاع كبير، يا دوبك مثلا 18,000 قدم 20,000 قدم زياده على كده ما ترتفعش. تيجي انت تسافر بطائره عابره المحيطات، يعني تنتقل بيها مثلا من انجلترا لامريكا، يجيب لك بقى الطياره يسموها الجامبو كده، دي جامده تقدر ترتفع 32,000 قدم من فوق، 35,000 قدم ماسكه نفسها مهما كانت الاجواء، ماسكه نفسها ما تتهزش. فخليك انت من النوع اللي ما يتهزش، ده مش شويه هوا يخلوا اجنحتك تلعب، لا، خليك شديد وقوي وماسك نفسك وأعصابك قوية وقلبك قوي وفكرك قوي. ومهما حصل قل لنفسك أنا ولا ههتم ولا أتضايق ولا أضطرب ولا أرد ولا إيه أرد. ساعات في واحد يقول حاجة عشان تثيرك، وإذا أثرت يقول شايف الكلام اللي أنا قلته خلى فلان يتهز، وانت تخلي فلان يتكلم ويطول ويطول ولا انتهن، هو يفلفل من جوه، يشعر انه مهما عمل ما استطاعش يغيظك، ام هو اللي يغاظ. انا مش بقول لك تسكت عشان هو يغاظ، لا، تسكت عشانك انت انسان قوي وانسان ماسك نفسك وقلبك كبير يساع الناس. واحد قال لما تجيب حته طينه وتحطها في كوبايه زي دي تعكر الكوبايه، لكن لو قطعه الطينه رميتها في المحيط ما تعكرش المحيط، ياخذها المحيط ويفرشها في اعماقه ويقدم لك ماء رائقا. فهل انت قلبك من نوع الكوبايه ولا من نوع المحيط؟ يا ريت يبقى زي المحيط. اتفضل صلي.